داخل الظرف القطاع. في الهدف من الصالون هو تطوير الاستثمار وإعادة إطلاق المشاريع. بطبيعة الحال هناك شركات عمومية وشركات خاصة وشركات أجنبية لمستثمرة هنا في الجزائر منذ سنوات. الصالون هو نافذة على تطوير الاستثمار وإعادة انطلاق، لأنه في الحقيقة يعني عامين من نشاط متذبذب. ثاني مشاركة في هذا الصالون تاع قسم طينة، وجبنا حاجة جديدة بالنسبة للمستهلك الصغير، وهذه الحاجة الجديدة بعتناها للخارج، راهي مصدرة اللي تتمثل في ساك صغير، ان بوتي ساك دو 16.17 كيلو للمستهلك الصغير، وهاو قاعد يتباع حاليا، قاعد يتباع في انجلترا. وثاني حاجة سوقنا ثاني للخارج لافريقيا الغربية الكلانكير، سي ان برودوي سومي فيني، سوقنا حوالي 150 ألف طن دو كلانكير.